الفلسطينيون يحتجون وإسرائيل تمضي قدماً وتضرب احتجاجاتهم بعرض الحائط. هذا هو واقع الحال الذي تحاول السلطة الفلسطينية التعامل معه. 500 وحدة استيطانية جديدة ستقام في القدس، و300 غيرها ستقام في الضفة الغربية، في الوقت الذي يعيش فيه فعلياً أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة و200,000 في القدس الشرقية. السلطة الفلسطينية تقول إن الاستمرار في بناء الكتل الاستيطانية يعيق قيام دولة فلسطينية على أرض موحدة، ويلغي بالتالي الهدف والمغزى من المفاوضات التي استمرت لأكثر من عقدين مع إسرائيل. ورغم أن السلطة أعلنت مسبقاً وفاة عملية السلام، فإن المجتمع الدولي لم يلقى بالاً لاستغاثات المسؤولين الفلسطينيين. أما الولايات المتحدة راعي وعراب عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، فلا تزال تعلن التزامها بحل الدولتين دون أن تشير إلى كيفية تحقيق ذلك. ففي نهاية المطاف تفرض إسرائيل واقعاً إسمنتياً في قلب الدولة الفلسطينية المفترضة.